قدرة الله عز وجل التي فوق كل قدرة. اثنين، أنه لا يملك الحياة والموت إلا الله. ضعف البشر، هؤلاء البشر الذين تشمخ أنوفهم ويرتفعون حتى ويتكبرون حتى على خالقهم ولا يعبدونه حق عبادته، أين هم عن هذه الآية؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم التذكير بالموت والاستعداد له وأنه آية من آيات الله، ينبغي أن نستعد له بالعمل الصالح والتصديق بالقرآن والتصديق بالألوهية والتصديق بالنبوة وصرف العبودية لله عز وجل. فلولا إذا بلغت الحلقوم شدة ساعة الاحتضار، لأن الناس في هذا الموقف موقفهم رهيب، وأنتم حينئذ تنظروا. لا، ضعف الإنسان لا يملك أمام قدرة الله إلا الدموع، يبكون أهل الميت يبكون عليه حال مرضه حال الاحتضار، يستنجدون بأطباء الدنيا في داخل البلاد وخارجها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. فالجأ إلى الله فبيده الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفين. لا تعتمد على الأسباب، الشافي على الحقيقة هو الله، ولا ينافي ذلك تعاطي الأسباب. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أهمية النظر البصيرة. فلولا إن كنتم غير مدينين، إثبات الخلق ولله عز وجل وأن الإنسان مخلوق ومربوب ومملوك وذليل ضعيف أمام قدرة الله لا يملك شيئا، وموقف الموت من أعظم المواقف التي تدل على ذلك. فهل لا تبتم؟ وهل لا استغفرتم؟ وهل لا أخذتم بحسن الخاتمة؟ وهل لا عملتم لهذه الساعة؟ وهل لا صدقتم بالبعث والنشور والقرآن والنبوة؟ وهل لا ربينا الأبناء والأسر على استشعار هذه المواقف العظيمة، وهي مواقف الرقابة الذاتية في يوم لا يستطيع الإنسان أن يقدم فيه شيئا؟ فالأمر لله والخلق لله، فيا من توجهت إلى غير الله أقبل على الله وأبشر بالخير والسعادة في الدنيا والجنة والنعيم والرضوان في الآخرة.